معنا مستمرين ايضا الشيخ محمد بنافع، ايضا ماسر، ايضا دعمك لي ايضا لفريق عميره الواصل. والله قبل كل حاجه انا احب اتكلم مع عمير، يعني انه هو اخ وصديق يعني، فانا هو يعني كلمني على الكوره وانا كنت متابع لها من بعيد، فحبيت اخش فيها واعيش جوها والمتعه، الفوز والخساره وزي كذا. شيخ محمد بنافع، ما رأيك بالأستاذ عميرة الواصل؟ والله ما أقدر أقول يعني أكثر منه، أخ وصديق وعزيز وغالي. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك حبيبي. إذا كان هذا هو أيضا حديث الشيخ محمد بنافع، إذا كونوا معنا عبر قناة بازيدان، سنكون معكم.